عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار السمك بسوق العبور في تاني أيام عيد الأضحى المبارك 10/7/2022 في مصر. استقر سعر كيلو السمك البلطي يتراوح ما بين 30 جنيه و33 جنيه، كيلو الفيليه سجل 30 إلى 160 جنيه، المكرونة السويسي سجل 72 جنيه و76 جنيه، الصبيط والكاليماري الكيلو من 120 ل 200 جنيه، الكيلو الكابوريا من 22 ل 70 جنيه، أما الجمبري تراوح ما بين من 110 ل 150 جنيه، وكيلو البوري تراوح ما بين 70 و 94 جنيه. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.